وللمتابعة ينضم إلينا من غزة الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان. يعني مع كل هذا التصعيد الذي نشاهده قبل رمضان بيوم واحد، يبدو أن جيش الاحتلال حريص على التصعيد، وذلك نتيجة للاجتماعات المصغرة الكابينت التي شددت على ضرورة هذا التصعيد. إذن السؤال هو، ماذا تستفيد إسرائيل في هذا التصعيد وفي هذا التوقيت؟ يعني واضح أن نتنياهو مرر خديعة لقوى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عندما وافق على تمرير حالة الهدوء حتى يعني تتاح له الفرصة بصورة جيدة لتحقيق نتائج بالانتخابات، والآن هو يمر في لحظة عنوانها تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وهو يريد ليبرمان والأحزاب الصغيرة اليمينية المتشددة حتى يشكل أغلبية مريحة داخل الكنيست الإسرائيلي. ولذلك كان شرط ليبرمان الذي كان يعتقد بأنه كان ضحية في قطاع غزة، يريد أن يجذب ليبرمان وغيره من الأحزاب اليمينية المتشددة حتى يشكل أغلبية مريحة، لذلك هو يشدد على هذا العدوان، وأتى هذا العدوان في واحدة من هذه الأهداف بالدرجة الأساسية. والهدف الثاني هو أنه يريد أن يقلص سقف التوقعات لدى حماس بما يتعلق بمباحثات التهدئة، بما يعيد المعادلة إلى مربع هدوء مقابل هدوء، ولكن بما لا يحقق المطالب التي كانت تطالب بها حماس عبر الوسطاء سواء المصريين أو ميلادينوف المبعوث الأمين العام للأمم. أستاذ محسن، ونحن نتحدث فيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي، نشاهد مباشرة على شاشة الغد غارة جديدة لطيران الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعا في قطاع غزة، ويتصاعد أو تتصاعد أعمدة الدخان من هذا المبنى. يعني في ظل هذا التصعيد، هل تريد إسرائيل حرب رابعة؟ هل هي قادرة على ذلك؟ هي قادرة من ناحية القوة العسكرية، هذا واحد، الجيش الإسرائيلي واحد من الجيوش الكبرى في العالم وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، ولكن هل هي راغبة ولا هل هذا يحقق الأهداف السياسية؟ أنا أعتقد لا، هذا تصعيد برأيي محسوب ومدروس، لأن يأتي أيضا في وقت حساس جدا، عنوانه احتفالات الدولة في 15/5 والتي تتزامن مع يوم النكبة، نكبة الشعب الفلسطيني عام 48، وأيضا احتفالات اليوروفيجن، وأيضا تشكيل الحكومة، وأيضا تهيئة المسرح على المستوى الإقليمي لإعلان صفقة ترامب في بعد شهر رمضان كما أعلن كوشنير والإدارة الأمريكية. وبالتالي هو لا يريد أن يفسد كل ذلك، هو على مستوى الاستراتيجي نتنياهو يؤمن بضرورة فصل القطاع عن الضفة، ويعتبر أن فصل القطاع عن الضفة مكتسب استراتيجي صهيوني وأحد المكتسبات الرئيسية للاحتلال الإسرائيلي، ويريد أن يمرر الحلول الإنسانية والاقتصادية على حساب الحلول الوطنية، ولكن يريدها بالمقاس الذي هو الذي يحدده وليس بمطالب الشعب الفلسطيني بما يتعلق بالميناء والمطار، أو أن يتحول هذه المشاريع الاقتصادية والتسهيلات الإنسانية إلى كيان فلسطيني يسمى دولة، هو أقل من دولة ولكن ربما أعلى قليلا من الحكم الذاتي، على أن يتم الاستفراد بالضفة الغربية. خذ بعين الاعتبار أن في إطار مباحثات تشكيل الحكومة موضوع ضم أجزاء من الضفة الغربية وارد، وهو أحد المفاصل الرئيسية التي تضغط الأحزاب اليمينية كما الليكود نفسه بإمكانية ضم أجزاء من الضفة، وتحدثوا عن ضم تدريجي لبعض الكتل الاستيطانية مع علي أدوميم ثم أريل وغيرها من مناطق جيم والأغوار، وهذا أيضا بكل دعم وتأييد من قبل الإدارة الأمريكية وفريقها الخاص بما يتعلق في صفقة ترامب، كوشنير، جرين بلاد، فريدمان. وبالتالي يعني لا يريد نتنياهو حرب الرابعة، لا يريد أن ينزلق إلى حرب الرابعة، لأن نتائجها ربما ستنعكس بالسلب عليه، ويظهر أنه لا يستطيع أن يوفر الأمن للمواطن الإسرائيلي، ولكن في الضربة الخاطفة أو في الضربة المحدودة والمحسوبة
لأيام محدودة هو يستطيع أن يحقق هذه المكتسبات السياسية، بمعنى أنه سيبرز ذاته أمام الشارع الإسرائيلي بأنه الرجل القوي بالسياسة وبالأمن، وهو الذي يحقق المكتسبات الكبرى لدولة الاحتلال. طيب أستاذ محسن، اسمح لي فقط يعني في ظل ما ذكرت أنت أنه ربما هو تصعيد مدروس وليست هناك نية لبداية حرب شاملة ورابعة، هنا نتحدث عن مدى قدرة الأطراف وتحديدا القاهرة على التدخل من أجل منع انزلاق الأطراف إلى تصعيد إلى حرب شاملة. ما مدى قدرتها على وقف هذا التصعيد؟ أعتقد أن هناك أعتقد أن القاهرة لأنها بدأت في إطار مباحثات التهدئة وهي الراعية العملية لها، وهي التي كانت تتحرك يعني بجهود جهاز المخابرات بصورة فعالة وبصورة نشطة بين حكومة إسرائيل وبين حماس، يعني هي لعبت دور الرئيسي في خلق حالة من الاستقرار والتهدئة النسبية. ولكن أنا أعتقد بأن القاهرة ستستمر في جهودها الرامية لمنع انزلاق هذا الاشتباك المسلح أو الصراع المسلح الدائر الآن إلى حرب مفتوحة. لذلك أنا مؤمن بأن هناك جهود مكثفة تبذل الآن من القاهرة وأيضا من بعض اللاعبين الدوليين وفي المقدمة منهم ميلادينوف باتجاه فرملة الاندفاع، حالة من الهدوء يقود بالنهاية إلى تمرير وتطبيق اتفاق التهدئة ولو كان بتدرج وبتراكم.